السلام عليكم، اسمي حمزة. أنا أدرس في صف رابع في المدرسة مانشستر دبي. وسأخبرك اليوم عن القصة سلحفاة وسمكة. القصة تدور حول البنت سارة والسلحفاة سوسو وسمكة ساسي. السلحفاة سوسو البطيئة، بينما السمكة ساسي سريعة. سارة تحب سوسو وساسي، وسارة تغني لسوسو وساسي. ثم سارة تذهب إلى المدرسة مع سوسو وساسي. بعد ذلك سارة تجلس على السرير وتقرأ القصة لسوسو وساسي. الكلمات الجديدة في القصة هي السلحفاة والسمكة والمدرسة والسرير. الصفات البتية والسرير. شكرا، مع السلامة.